فنيا أشادت لجنة التحكيم في برنامج أرب أيدل بأداء الفنان اليمني عمار العزكي في حلقة الجمعة التي أدى خلالها أغنية للفنان اليمني الكبير أبو بكر سالم. وأكد أعضاء لجنة التحكيم أن العزكي يمتلك موهبة فنية تؤهله للمنافسة على اللقب الذي يتسابق عليه 9 مشاركين من مختلف الدول العربية. سر حبي من كشان ايش اللي خلاني اعشق فيك والعشق كل